أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهوا ومادة الفيزياء. أعزائي كل طلبة مصر، أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الأزهرية، أهلا بيكم. لي رجاء النهاردة في ثلاث حلقات متتاليين أرجو فيهم أحاول جاهدا أخلص الفصل الأخير. يعني أنا راح أعتذر عن استقبال المكالمات المرة دي، وأرجو تساعدوني في كده بحيث أخلص الحلقة. الحلقة الأخيرة أنا عرفت إن في حلقات كتير جدا فيزياء جاية، راح نعلن عن موعدها وهتبقى كلها معظمها استقبال تليفوناتكو الخاصة والضرورية جدا. النهاردة هنشتغل سوا الفصل الأخير، الإلكترونيات الحديثة. الفكرة كلها تعتمد على إيه؟ من هو الإلكترون؟ الإلكترون فيه نوعين، إلكترون مقيد وإلكترون حر. الإلكترون المقيد بيكون في المستويات القريبة جدا من النواة، ده بيكون أكثر تقيدا. وفي إلكترونات موجودة في المستويات الخارجية بيكون أقل تقيد، وفي إلكترونات على سطح المعدن. الإلكترونات اللي في المستويات الداخلية القريبة جدا من النواة هي اللي بتتحكم في عملية الأطياف الذرية لذرة أي عنصر، هي دي اللي بتعمل الطيف، وهي دي اللي حصلنا منها على الأشعة السينية. الإلكترونات اللي على سطح المعدن دي اللي هي بتخلي المادة موصل جيد للتيار أو موصل جيد للكهرباء. وفي إلكترون حر خارج الذرة زي الإلكترون اللي احنا جبناه في أنبوبة أشعة الكاثود أو جبناه في الخلية الكهروضوئية. الإلكترون المقيد اللي هو داخل الذرة بيخضع الى فيزياء الكم، اما الالكترون الحر اللي جبناه في أنبوبة أشعة الكاثود او في الخلية الكهروضوئية ده كان بيخضع للفيزياء الكلاسيكية. الالكترون داخل الذرة بياخد قيم متقطعة من الطاقة، بحيث هذه القيم تتفق مع قيم مستويات الطاقة اللي هذا الالكترون بيعيش فيها أو يدور جواها لفترة زمنية معينة اسمها فترة العمر. كانت هذه الفترة هي اللي بتحدد أنواع مستويات الطاقة، وإن في مستويات أعمارها الزمنية كبيرة بتبقى شبه مستقرة، وفي مستويات أعمارها الزمنية قليلة بتبقى مستويات إثارة، وده اللي حصل معانا في تفسير الليزر. النهاردة احنا هناخد عندنا كم نوع من المواد من حيث التوصيل للتيار الكهربي. في مواد جيدة التوصيل للتيار الكهربي بتبقى غنية بالإلكترونات الحرة، يعني عدد الإلكترونات في وحدة الحجوم كبيرة، وهذه الإلكترونات ضعيفة الارتباط بالنواة. هذه الإلكترونات يمكن نزعها بأقل قدر من الطاقة، فتبقى التوصيلية الكهربية للمادة عالية ويبقى المقاومة النوعية قليلة. يعني هذه المادة جيدة التوصيل للتيار الكهربي زي جميع الفلزات وزي معظم السبائك. وفي مواد بتبقى إلكتروناتها الخارجية مقيدة، يعني ضعيفة الارتباط بالنواة، يعني عدد الإلكترونات الحرة في وحدة الحجوم قليلة، بتبقى توصيلية كهربية منخفضة جدا، مقاومة نوعية عالية جدا زي الفلزات زي الخشب زي المطاط زي جميع الكبريتيدات. الحاجات دي كلها عارفينها. احنا النهاردة عايزين ناخدوا حاجة جديدة، اشباه الفلزات او اشباه الموصلات. هي عبارة عن مواد عناصر رديئة التوصيل للتيار الكهربي في ظروف معينة، جيدة التوصيل للتيار الكهربي في ظروف أخرى، اللي هي بقى المجموعة الرابعة اللي هي السيليكون
او الجرمانيوم. نبدا سوا مع بعضنا التركيب البلوري لاشباه الموصلات النقيه، وهي ليها رادات التوصيل للتيار. احنا عارفين كل ذره جرمانيوم او كل ذره سيليكون او كل ذره شبه موصل بتحتوي على 4 الكترونات في منسوب الطاقه الاخير. تحتوي كل ذره من ذرات الجرمانيوم او من ذرات السيليكون او من ذرات شبه الموصل النقي على 4 الكترونات في منسوب الطاقه الاخير. انا بكتب هنا موجب 4، ده قلب جرمانيوم موجب. انا هشتغل على 4 الكترونات اللي بيقابلوا 4 شحنات الموجبه دي. فكل ذره جرمانيوم بتحتوي على 4 الكترونات في منسوب الطاقه الاخير. يبقى اللي هيحصل ان كل ذره سوف تشارك 4 ذرات مجاوره بعمل 4 روابط تساهميه، فتصبح كل ذره محاطه بمين؟ ب8 الكترونات. قولوا بقى معايا كده، كل ذره جرمانيوم تحتوي على 4 الكترونات في مستوى الطاقه الاخير، او كل ذره سيليكون تحتوي على 4 الكترونات في منسوب الطاقه الاخير. تمام؟ فكل ذره تشارك 4 ذرات مجاورة بعمل 4 روابط تساهمية، تصبح كل ذرة محاطة ب8 الكترونات، فتصل الذرة لحالة الخمول. تمام؟ وتتضاعف قوة التماسك على الكترونات منسوب الطاقة الأخير. احكي لي القصة، ليه قول لي السيليكون النقي، قل لي ليه الجرمانيوم النقي، قل لي ليه شبه الموصل النقي رديء التوصيل للتيار الكهربي. هقول لك، علشان كل ذره جرمانيوم بتحتوي على 4 الكترونات في منسوب الطاقه الاخير، كل ذره جرمانيوم بتحتوي على 4 الكترونات في منسوب الطاقه الاخير، لذلك او في مستوى الطاقه الاخير او في الغلاف الاخير. معنى واحد، مستوى الطاقه، منسوب الطاقة، الغلاف، المدار، كل ده معنى واحد. فأنا قلت تحتوي كل ذرة جرمانيوم على 4 الكترونات في منسوب الطاقة الأخير، لذلك كل ذرة تشارك 4 ذرات مجاورة بعمل 4 روابط تساهمية، ومن ثم تتضاعف قوة التماسك على الكترونات منسوب الطاقة الأخير، وتصبح مقيدة شديدة الارتباط بالنواة، يصعب نزعها، علشان كده بتبقى الذرة وصلت لحالة الخمول. عشان كده الجرمانيوم النقي رديء التوصيل للتيار الكهربي عند 0 كلفن اللي هو -273 درجة سيليزية. تمام؟ ده اسمه التركيب البلوري لأشباه الموصلات. علشان تبقى المادة موصل جيد للتيار لازم أن يتوفر فيها حاجتين، إما إلكترونات حرة أو فجوات موجبة. إما إلكترونات حرة أو فجوات موجبة. طالما الذرات دي كلها عاملة روابط تساهمية، إذا لا توجد إلكترونات حرة ولا توجد فجوات، ومن ثم تبقى رديئة التوصيل للتيار الكهربي. ممكن يجي لي اختر من بين الأقواس، الجرمانيوم النقي او السيليكون النقي او شبه الموصل النقي رديء التوصيل للتيار الكهربي عند كام؟ اختار يا 0 كلفن او اختار -273 درجة سيليزية. شبه الموصل النقي، الجرمانيوم النقي، السيليكون النقي رديء التوصيل للتيار الكهربي عند اي ارقام اي كلام اختار منه، اما او عند 0 كلفن او عند -273 سيليزيوس، او الاثنين معنى واحد. اذا 0 كلفن ده بيساوي -273 درجة سيليزية. افرض سألني سؤال تاني، قال لي علل ليه شبه الموصل النقي رديء التوصيل للتيار الكهربي عند 0 كلفن او عند
273 سيليزيوس او في الدرجات المنخفضه. نقول له لان ذرات الجرمانيوم النقي او ذرات السيليكون النقي او ذرات شبه الموصل النقي تقوم بعمل روابط تساهميه، روابط تساهميه، ومن ثم لا توجد او لا تمتلك الكترونات حره او فجوات موجبه، وبالتالي هي اراده التوصيل للتيار الكهربي يا عند صفر كلفن يا عند مين؟ سالب 273 او عند الدرجات المنخفضه. كده خدت حقها تماما بدون خوف وبدون رعب وبدون اي حاجه خالص. طب كيف يمكن جعل شبه الموصل النقي ده رديء اللي هو رديء التوصيل، كي هل يمكن جعله جيد التوصيل؟ ايوه، هنخش على حاجه مهمه اسمها كيف يمكن رفع التوصيليه الكهربيه لاشباه الموصلات النقي. ازاي؟ حاجتين. اول حاجه اثر الحراره، ما اثر الحراره في اشباه الموصلات النقيه. اثر الحراره سهله قوي قوي، اثر الحراره دي سهله. يلا ازاي؟ احنا عرفنا ان كل ذره جرمانيوم بتحتوي على 4 الكترونات في منسوب الطاقه الاخير، وعرفنا ان كل ذره جرمانيوم بتعمل 4 روابط تساهميه مع 4 ذرات مجاوره، وعرفنا ان بتصبح كل ذره محاطه ب8 الكترونات، وعرفنا ان قوى التماسك بتتضاعف، وعرفنا ان ده بيبقى رديء التوصيل للتيار الكهربي في الدرجات المنخفضه. طب افرض رفعنا درجه الحراره، اذا رفعت درجه حرارتها من 0 كلفن بس الى الدرجه العاديه، ماذا يحدث اذا رفعت درجه حراره شبه الموصل النقي؟ احنا عارفين يستطيع الكترون كسر احد الروابط ويتحرر ويتجول بحريه تامه على سطح البلوره دون ان يفارقها. اثر الحراره، يستطيع الكترون كسر احد الروابط ويتحرر ويتجول بحريه تامه على سطح البلوره دون ان يفارقها. تقول الله، طب ما انت في اول الحلقه قلت لنا ايه؟ قلت لنا في الكترونات في المستويات الداخليه مالكش دعوه بيها، وقلت لنا في الكترونات في المستويات الخارجيه مالكش دعوه بيها. طب انت عايز ايه؟ انا عايز الالكترونات اللي بتبقى على السطح، اللي بتبقى على سطح المعدن او بتبقى على سطح البلوره. طب انت عايزها ليه؟ لان هي دي اللي بتسبب التوصيل للتيار الكهربي. تقول لي يا سلام، يعني انت عايز تقول لنا ان رفع درجة الحرارة هيخلي الكترون يسيب الرابطة، يسيب المستويات الداخلية ويطلع على سطح البلورة، فيبقى من ضمن الالكترونات اللي على سطح المعدن اللي بتسبب التوصيل التيار الكهربي. نقول لك بالظبط كده، بس في كمان حاجة هتحصل. يبقى انت متفق معايا، لما نسخن شبه موصل نقي هيستطيع الكترون كسر احد الروابط، اسمع الكلمة، ثم يتحرر ويتجول بحرية تامة على سطح البلورة. اذا تواجد هذا الالكترون على سطح البلورة سوف يسبب التوصيل التيار الكهربي، وبالتالي هتزيد التوصيلية الكهربية لشبه الموصل النقي بس بالتسخين. علاوة على ايه؟ طب ايه اللي هيطرأ على الرابطة بعد ما سابها الكترون؟ الرابطة لما سابها الكترون، المكان اللي كان فيه الكترون يظهر فيه شحنة موجبة سميناها فجوة. يبقى قول معايا، يستطيع الكترون كسر احد الروابط، يتحرر، يتجول بحرية تامة على سطح البلورة دون ان يفارقها تاركا
فجوة موجبة، تاركا فجوة موجبة. الله عليك، يعني انت عايز تقول لنا ببساطة خالص ان التسخين ده هيبقى مصدر للالكترونات الحرة والفجوات الموجبة. نقول لك بالظبط كده. طب قبل ما نسخنه لا عندك الكترونات حرة ولا عندك فجوات موجبة، يعني قبل ما نسخن ما عنديش الكترونات حرة ولا عندي فجوات مين موجبة. علشان كده كان شبه الموصل النقي يا ولاد كان رديء التوصيل للتيار الكهربي في الدرجات المنخفضة. طيب عندي مين؟ عند 0 كلفن او سالب 273 سيليزيوس. طب لما انت نقلته من الدرجة دي الى الدرجة العادية الى درجة حرارة عالية ايه اللي يحصل؟ نقول لك ما انت عرفت انا قلت لك ايه، يستطيع الكترون كسر احد الروابط ويتحرر ويتجول بحرية تامة على سطح البلورة دون أن يفارقها تاركا فجوة موجبة، أي يصبح التسخين مصدر للإلكترونات والفجوات الحرة، وبالتالي تزداد التوصيلية الكهربية لأشباه الموصلات النقية وتصبح جيدة التوصيل. المادة يا ولاد اللي هي زي أشباه الموصلات النقية اللي بتبقى رديئة التوصيل للتيار الكهربي في درجات حرارة منخفضة وتبقى جيدة التوصيل للتيار الكهربي في درجات حرارة عالية أو عادية بنسميها أشباه الموصلات. يبقى علل ليه الجرمانيوم النقي أو السيليكون النقي من أشباه الموصلات؟ أنا هقول له لأنه رديء التوصيل للتيار الكهربي في الدرجات المنخفضة لعدم توافر إلكترونات حرة أو أيونات موجبة، لكنه في الدرجات العادية أو الدرجات العالية أيوة تتوافر فيه أيونات تتوافر فيه فجوات موجبة وإلكترونات حرة، ومن ثم يصير جيد التوصيل للتيار الكهربي. هسألكوا سؤال، انتوا عارفين في حياتنا العادية من معلوماتنا العادية ان اي ذرة بتفقد الكترون بتبقى الذرة دي تحول الى ايون، اي ذرة بتفقد اي ذرة بتفقد الكترون تمام لازم تتحول الى ايون موجب، تتحول الى ايه؟ ايون موجب تمام. هنا احنا فقدنا الكترون، استنى تقول لي اسمعني بقى، هنا حتة مهمة، الذرة التي فقدت هذا الالكترون لا تسمى ايون. ليه؟ مش احنا عارفين ان اي ذرة تفقد الكترون تتحول الى ايون؟ نقول لك اه يا اخي بس استنى علي، الذرة التي فقدت هذا الالكترون لا تسمى بالايون. ليه؟ لانها سرعان ما تقتنص الكترون. جميل، سرعان ما تقتنص الكترون من اقرب ربطة مجاورة، سرعان ما تقتنص الكترون من اقرب ربطة ايه؟ مجاورة. استنى بقى، فبالتالي اللي يحصل انت هتخطف لي من هنا الكترون، تجيب الالكترون ده فالفجوة دي تكتمل. الله، بس تظهر لي فجوة هنا. الله الله، طب بعد شوية، طب ما تسمي دي بقى ايون؟ اقول لك مش هتلحق، لان قبل ما تكتب كلمة بقت ايون تقول لك استنى انا ما بقتش ايون. ليه؟ عشان انا اقتنصت الكترون من اي حتة تانية. فانت هتقول الذرة التي فقدت هذا الالكترون لا تسمى بالايون لانها سرعان ما تقتنص الكترون من اقرب ربطة مجاورة، فتبدو الفجوة متجولة بطريقة عشوائية مضادة للحركة العشوائية للإلكترونات. يبقى نقول ما أثر الحرارة تمام، رفع درجة الحرارة يعمل ايه؟ يستطيع الإلكترون كسر أحد الروابط، كسر أحد الروابط تمام، ويتحرر ويتجول بحرية تامة على سطح البلورة دون أن يفارقها. الإلكترون يتحرر
ويتجول بحرية تامة على سطح البلورة دون أن يفارقها، تاركا فجوة موجبة. تمام. أرجع أقول لك، اتنين، الذرة التي فقدت هذا الإلكترون لا تسمى بالأيون. طب ليه؟ لأنها سرعان ما تقتنص إلكترون من أقرب رابطة مجاورة، فتبدو الفجوة متجولة بطريقة عشوائية مضادة للحركة العشوائية للإلكترونات. مهم أوي يا ولاد، إيه أثر الحرارة على أشباه الموصلات النقية؟ قولوا معايا. واحد، يستطيع إلكترون كسر أحد الروابط ويتحرر ويتجول بحرية تامة على سطح البلورة دون أن يفارقها. تمام. تاركا فجوة موجبة. اتنين، الذرة التي فقدت هذا الإلكترون لا تسمى بالأيون لأنها سرعان ما تقتنص إلكترون من أقرب رابطة مجاورة، فتبدو الفجوة متجولة بطريقة عشوائية مضادة للحركة العشوائية للإلكترونات. تلاتة، يصبح التسخين مصدرا للإلكترونات الحرة والفجوات الموجبة. يصبح التسخين مصدرا للإلكترونات الحرة والفجوات الموجبة. كلكم وانتوا قاعدين قدامنا دلوقتي المفروض يكون وصلكم ايه؟ وصلنا ان لما نرفع درجة الحرارة، لما سخن، بتتوافر لدي الكترونات وفجوات. تمام. ومن ثم تزداد التوصيلية الكهربية لشبه الموصل النقي. اذا من طرق رفع التوصيلية الكهربية لأشباه الموصلات النقية رفع درجة الحرارة. جميل. خلي بالك، طب كل ما نرفع درجة الحرارة ايه اللي يحصل؟ بالظبط كده. وكلما ارتفعت درجة الحرارة، انا سامعك اكيد، بيزداد عدد الالكترونات المتحررة وعدد الفجوات المتكون. كلامك حلو، بس خلي بالك، انت بتسخن بيتم تكسير الروابط، ايوه، وبتنطلق الكترونات وبتتكون فجوات. تمام. بس انت رجعت قلت لنا ايه الفجوه اللي اتكونت دي؟ الرابطه اللي اتكسرت دي بترجع تشقط الكترون من اي رابطه مجاوره. كلامك حلو، يعني الرابطه دي بتعود وتلتئم. تمام. يبقى عندي الكترونات متحرره وعندي فجوات متكونه وعند روابط تم كسرها وعند روابط تم التئامها. الله عليك، يبقى بتنطلق الكترونات. شكرا. ايه اللي يحصل؟ تتكسر رابطه، تتكون فجوه، تلتئم الرابطه، سخنا، كسر روابط، انطلاق الكترونات وظهور فجوات ثم التئام الرابطة. إذا كل ما نرفع درجة الحرارة يزداد عدد الإلكترونات المتحررة، بالظبط كده، وعدد الفجوات المتكونة، بالظبط كده، وعدد الروابط التي تم كسرها وعدد الروابط التي يتم التئامها، بالظبط. مع مراعاة حاجة مهمة انتوا عارفينها، كسر الرابطة يتطلب طاقة، اما التئام الرابطة ينشأ عنه طاقة. الله الله الله، اذا في طاقة ممتصة، بالظبط، وطاقة نتيجة ممتصة عشان تكسر الرابطة، ونتيجة نتيجة التئام الرابطة. كلما في طاقة حرارية، طاقة رايحة وطاقة جاية، يبقى عندي في اتزان حراري على طول. برافو عليك. الاتزان الحراري مرتبط بكميات حرارة او بدرجات حرارة. كميات الحرارة زي ما حصل الاتزان في مين يا ولاد؟ انا سامعك، في الاميتر الحراري. طب اهدى كده بقى وقول لي الموضوع الاتزان ده، نقول لك على عيني.
احنا هنا عايزين نوصل الى حاجة مهمة. ايه اثر الحرارة بالنسبة لموضوع موضوع الاتصالات؟ رجاء بس استنوا عنا شوية، لو ما خلصتش النهاردة انا هطلع بره ايه الخريطة خالص، مش هينفع. خلوا الاتصالات في المراجعة. انا خدام اي حد فيكم، صدقوني لو ما خلصتش النهاردة هطلع خارج الخريطة خالص. وفي ناس معتمدة على، صدقوني كلموني كتير جدا قالوا ما خدناش دروس خالص خالص، ومعتمدين على القناة التعليمية. واتفقت على 7 8 مرات مراجعة، يعني راح اشتغلها من يوم الحد اللي جاي، يا ريت. فارجو نخلص النهاردة، سامحوني معلش والله العظيم. 3 بإذن الله تعالى هعمل حلقة خاصة 3 ساعات منه ضمنهم للاتصالات فقط. انا عارف انت دلوقتي محتاج مدرسة على الهوا اكتر من اي وقت فات، لان المدرس الوحيد بالنسبة لك الان المتاح هو مدرس مدرسة على الهوا، وانا في خدمة كل طلبة مصر. ايه بقى اثر الحرارة؟ رفع درجة الحرارة، رفع درجة الحرارة هيستطيع الالكترون كسر احد الروابط، يتحرر يتجول بحرية تامة على سطح البلورة دون ان يفارقها، تارك فجوة موجبة. تمام. الذرة التي فقدت هذا الالكترون لا تسمى ايون، لانها سرعان ما تقتنص الكترون من اقرب رابطة مجاورة. تمام. وبالتالي اصبح التسخين مصدر الكترونات وفجوات. حلو. وكلما ارتفعت درجة الحرارة بيزيد عدد الروابط اللي تم كسرها وعدد الروابط التي يتم التئامها. تمام. وعدد الفجوات المتكونة وعدد الالكترونات المتحررة، وهكذا الى حد معين يعرف بالاتزان الديناميكي الحراري، يعرف بالاتزان الديناميكي الحراري. بعده يقل هذا العدد كثيرا، بعد الوصول لهذا بيقل، بعد الوصول الى درجة حرارة معينة بيحدث عندها الاتزان الديناميكي الحراري، بعده بعد هذه الدرجة بيقل هذا العدد بقدر كبير جدا. ايه السبب؟ عشان بتنهار الشبكة البلورية وتفقد البلورة خواصها اللي هي خلتها اصلا تشتغل كشبه موصل نقي. فهمتوني؟ لذلك على فكرة رفع التوصيلية الكهربية لأشباه الموصلات النقية بالتسخين ده أمر غير محبب فيه على الإطلاق رغم شائعة استخدامه. تمام؟ من المقصود بقى بالاتزان الديناميكي الحراري؟ هو تساوي عدد الروابط اللي تم كسرها كل ثانية مع عدد الروابط التي يتم التئامها كل ثانية، أو تساوي عدد الإلكترونات، خلي بالكم، عدد الإلكترونات المتحررة كل ثانية مع عدد الفجوات اللي تم تكوينها كل ثانية، وذلك عند درجة حرارة معينة يقل بعده هذا العدد إذا رفعت درجة الحرارة عن ذلك. لأنكم عايزكم تبقوا عارفين حاجة، عند كل درجة حرارة لدينا عدد ثابت من الإلكترونات وعدد ثابت من الفجوات حتى لو ما وصلناش الى الاتزان الديناميكي الحراري. ولذلك حبايب الشطار عايزكم تضيفوا للتعريف اللي مكتوب لديكم ان الاتزان الديناميكي الحراري تساوي عدد الالكترونات المتحررة خلال ثانية مع عدد الالكترونات مع عدد الفجوات المتكونة خلال ثانية، بس هتقولوا وهو درجة حرارة معينة إذا زادت عنها سوف تنهار الشبكة البلورية للبلورة وتفقد خواصها الكهربية ويقل هذا العدد كثيرا. لكن دايما في كل درجة حرارة لدينا عدد ثابت من الإلكترونات وعدد ثابت من الفجوات، بحيث حاصل ضرب تركيز الإلكترونات في تركيز الفجوات بيساوي مربع تركيز اي منهما، بنسميه قانون فعل الكتلة. شائع كثيرا جدا في الامتحان ما يلي:
ما المقصود بكون فعل الكتلة؟ ما المقصود بالاتزان الديناميكي الحراري؟ قانون فعل الكتلة يقول لك حاصل ضرب تركيز الإلكترونات في تركيز الفجوات بيساوي مربع تركيز أي واحد فيهم. بمعنى لو عندي إلكترون هيبقى عندي فجوة، لو ضربت واحد في واحد بواحد، الواحد ده اللي هو عدد الإلكترونات لوحده أو عدد الفجوات لوحده، تمام؟ طب لو عندي إلكترونين لازم أن يبقى عندي فجوتين، اتنين في اتنين بأربعة، الأربعة دي مربع عدد الإلكترونات لوحدها أو مربع عدد الفجوات لوحدها. كذلك لو عندك تلات إلكترونات يبقى أنا عندي تلات فجوات، حاصل ضربهم تسعة، التسعة مربع التلاتة اللي هو مربع الإن أو مربع التلاتة التانية اللي هو مربع البي الفجوات. أصبح نص قانون فعل الكتلة حاصل ضرب تركيز الإلكترونات الحرة في تركيز الفجوات الموجبة بيساوي مربع تركيز أي منهما على حدة، ده اسمه قانون فعل الكتلة. وده بيعني ان في كل درجة حرارة لدينا عدد ثابت من الالكترونات وعدد ثابت من الفجوات، عشان احنا بنقوله حاصل ضرب اي حاجتين بيبقى مقدار ثابت. اذا في درجة الحرارة الواحدة في الدرجة الواحدة بيكون عندي شيب او علاقة عكسية بين الان وبين مين بقى؟ البي. ده في الدرجة الواحدة، في درجة الحرارة الواحدة الان والبي بتبقى على هذا الشكل. يبقى هذا المنحنى يعبر عن قانون فعل لكل درجة حرارة، يعني الشكل ده هيتني علاقة عكسية بس ميله هيتغير بتغير درجة الحرارة التي تصل إليها مين؟ البلورة. آدي اللي أنا عايز أوصله لكم، إن يمكن رفع التوصيلية الكهربية لأشباه الموصلات النقية ببساطة ثلاث كلمات: رفع درجة الحرارة يؤدي إلى ظهور عدد من الإلكترونات الحرة والفجوات الموجبة. إيه اللي يحصل لك؟ يتوافر عدد من الإلكترونات الحرة والفجوات الموجبة، فتزداد التوصيلة الكهربية وتقل المقاومة الكهربية وتبقى موصل جيد للتيار. حلو؟ محتوياته إيه؟ أيوه، ما المقصود بالاتزان الديناميكي الحراري؟ ما المقصود بكون فعل الكتلة؟ ده اللي ممكن يجي في الامتحان. قانون فعل الكتلة يقول حاصل ضرب تركيز الإلكترونات الحرة في تركيز الفجوات الموجبة سواء مربع تركيز أي منهما. أما قانون فعل الكتلة أيوة هو تساوي عدد الإلكترونات المتحررة كل ثانية مع عدد الفجوات المتكونة كل ثانية، أو تساوي عدد الروابط التي تم كسرها كل ثانية مع عدد الروابط التي تم التئامها كل ثانية في درجة حرارة معينة. إذا زادت عن هذا الحد أو زادت عن هذه الدرجة سوف تنهار الشبكة البلورية ويقل هذا العدد كثيرا. أيضا علل ليه رفع التوصيلية الكهربية بالتسخين أمر غير مرغوب فيه. أيوة، لأن في عند درجة حرارة معينة إذا رفعت درجة البلورة عن ذلك سوف تنهار الشبكة البلورية وتفقد البلورة خواصها الكهربائية. خلاص، طالما دي مش عاجباك شوف لنا حاجة تاني، هشوف لك حاجة تاني. ايه الحاجة التانية؟ ايوة التطعيم. يعني تطعيم؟ يعني اضافة شوائب. التطعيم او الشوائب، اثر الشوائب هيعمل ايه؟ الله الله، يبقى انت قصدك تقول لنا انك هترفع درجة التوصيلية الكهربية لاشباه الموصلات النقية بطريقتين: الطريقة الاولى التسخين، الطريقة التانية الشوائب او التطعيم. هنطعم بعنصر ايه؟ ايه رأيك لو حطينا عنصر فيه 5 الكترونات في مستوى الطاقة الاخير؟ طب تعالى قول لي، لو انا جبت لك ذرة فيها 5 الكترونات في مستوى الطاقة الاخير تقول لي يا اخي ما تقول لي جبت لك عنصر خماسي. بقول لك بالظبط كده، خماسي ايه؟ خماسي التكافؤ. طب يعني ايه؟ طب ما انا عارف ان التكافؤ هو عدد الالكترونات المفردة في منسوب الطاقة الاخير. زي مين يا اولاد؟ زي الجرمانيوم، اسف، زي الزرنيخ، وزي الانتيمون، وزي الفوسفور. يبقى انا كده اجيب لك عنصر خماسي، خماسي زي مين؟ فوسفور، انتيمون، او زرنيخ.
ذرات العنصر الخماسي دي جاية تقعد هنا تقول لذرات الجرمانيوم سلام عليكم، عليكم السلام، احنا عايز اقعد وسطكم قوي قوي، احنا بنحب الناس كلها، الناس تقعد وسطنا وكل حاجة، بس اللي يقعد وسطنا ده يعمل زينا، اللي يقعد وسطنا يبقى مننا. طب انتوا عاملين ايه؟ انتوا صفاتكوا ايه؟ انتوا عايزين مننا ايه؟ احنا عايزين 4 الكترونات في منسوب الطاقة الاخير. انت معاك كام؟ 5. تقول لهم لا لا لا، ده انا معايا 4. شوف اللي هيحصل. تقوم ذرة العنصر الخماسي بعمل 4 روابط تساهمية مع 4 ذرات جرمانيوم مجاورة، مستهلكة بذلك 4 الكترونات من الكتروناتها الـ5. الله عليك. تقوم ذرة العنصر الخماسي بعمل 4 روابط تساهمية مع 4 ذرات جرمانيوم مجاورة، اسمع الكلمة، مستهلكة بذلك 4 الكترونات من الكتروناتها الـ5، ويبقى الالكترون الخامس زائد عن حاجة الرابطة. انا مش عايزاك، امشي من هنا انت عشان احنا نعيشه ونقعد في وسط الناس دي. تقوم ذرة العنصر الخماسي بعمل 4 روابط تساهمية مع 4 ذرات جرمانيوم مجاورة، مستهلكة بذلك 4 الكترونات من الكتروناتها الـ5، ويبقى الالكترون الخامس زائد عن حاجة الرابطة، تتخلص منه غير مرغوب فيه، يمكن نزعه بأقل قدر من الطاقة، بص بص، ومن ثم يتحرر ويتجول بحرية تامة على سطح البلورة برضو دون أن يفارقها. تقول الله، يعني أنت قصدك تقول إن ذرة العنصر الخماسي أصبحت مصدرا للإلكترونات الحرة؟ نقول لك بالظبط كده، أصبحت إيه يا ولاد؟ مصدر للإلكترونات الحرة. تقول لي زيها زي التسخين؟ نقول لك تقريبا. طب خايف تقول زيها ليه؟ نقول لك استنى بقى، هناك كان التسخين مصدر الإلكترونات والفجوات، هناك الذرة اللي فقدت الإلكترون بتاعها بالتسخين ما سميناهاش أيون. ليه؟ لأنها سرعان ما تقتنص إلكترون، دي مش عايزاه أصلا، بتقول له روح أنت مش عايزينك، يبقى أنا مش هقبل غيرك، يبقى أنا هفقد إلكترون ومش هاخده تاني، يبقى أنا تحولت إلى أيون موجب. يا سلام، ده الفرق. نقول لك بالظبط كده، ده اتحول إلى أيون موجب. اتحول إليه ده، أوعى تنسى، موجب. طب ليه؟ لأنه فقدت الإلكترون وما خدتوش تاني، أي تصبح الذرة دي مصدر للإلكترونات الحرة، هنسميها ذرة معطية، ذرة معطية، دونر، إن دونر، إن دي كده ذرة معطية، وبحط عليها موجب، إن الذرة المعطية دي هي ذرة خماسية التكافؤ، لما سكنت في وسط ذرات الجرمانيوم النقية فقدت إلكترون وتحولت هي إلى أيون. الله عليك، فقدت إلكترون وتحولت إلى أيون. قول لي بقى، ماذا يحدث إذا طعم شبه موصل نقي بعنصر خماسي؟ بس تكتب عندك، الله يرضى عليك، مين العناصر الخماسية دي؟ الفوسفور، الأنتيمون، الزرنيخ، التلاتة المشهورين، فوسفور، أنتيمون، زرنيخ، واحدة من التلاتة دي تحطها في وسط عيلة الجرمانيوم، شوف هتبقى زيهم بالظبط. هتبقى زيهم ازاي؟ تقول لك بنقص الالكترون ده مش عايزينه، خلاص، يبقى انت هتكتب في ورقة الإجابة تقوم ذرة العنصر الخماسي بعمل 4 روابط تساهمية
مع 4 ذرات جرمانيوم مجاورة، سامعني؟ مستهلكة بذلك 4 إلكترونات، 4 إلكترونات من إلكتروناتها الحرة. أما الخامس زائد عن حاجة الرابطة يمكن نزعه بأقل قدر من الطاقة، ومن ثم يتحرر الإلكترون الخامس ويتجول بحرية تامة على سطح البلورة دون أن يفارقها تاركا. الله عليك، اوعى تقول أي موجب، سامعك، أيوة، تاركا الذرة في صورة أي موجب، تاركا الذرة في صورة أي موجب. قصد اوعى تقول فجوة موجبة، لأ، لأن الإلكترون ده ثابت الذرة، فتحرر والذرة بقت أيون موجب، ما خدتش غيره. هناك إلكترون كسر الرابطة فساب مكانه فجوة موجبة. عرفتوا الفرق بالإلكترون اللي اتحرر بالتسخين والإلكترون اللي اتحرر بالتطعيم؟ اللي اتحرر بالتسخين ساب مكانه فجوة موجبة، واللي اتحرر بالتطعيم ساب ذرته المعطية في صورة أيون موجب. وتصبح الذرة مصدرا للإلكترونات. اسمعوني بقى، يضاف إلى رصيد البلورة من إلكترونات أخرى أتت عن طريق التسخين. الله عليك، يضاف إلى رصيد البلورة من إلكترونات أخرى أتت عن طريق التسخين، ويصبح إيه بقى؟ خلي بالكم من حاجة، أنت عندك إلكترونات قصادها أيونات موجبة. والله إنه دونر، تمام، أنت عندك إلكترونات قصادها أيونات موجبة، وعندك إلكترونات تانية قصادها فجوات موجبة. طب قول لنا، طب دي جات منين؟ دي جات من قول التطعيم. خلي بالكم، شايفين عدد الأيونات الموجبة ده؟ ده يساوي بالظبط عدد الشوائب، يعني عدد الـ N دي موجب يساوي بالظبط عدد الشوائب، يعني عدد الأيونات الموجبة يساوي تركيز العنصر الخماسي. لكن عندك إلكترونات تانية يقابلها فجوات، ده كان عن طريق تطعيم، أنا سامعك، ده كان عن طريق تسخين، فل قوي. يعني اذا الالكترونات نوعين، في الكترونات اتت بالتطعيم وفي اتت بالتسخين، بس كلهم الكترونات ذو طبيعه واحده من نوع واحد، هنجمعهم على بعض بقى. تركيز الالكترونات ككل بيساوي تركيز الايونات الموجبه زائد تركيز الفجوات الموجبه. اكتبه لك تاني عشان انا عايزك في حاجه مهمه، خليك معايا. اصبح ان تركيز الالكترونات ككل بقى، طب انت بتقول ككل ليه؟ عشان دول جواهم نوعين شبه بعض، مش عارف اميزهم عن بعض، شبه بعض كلهم، هجمع اللي شبه بعضيهم رغم انهم جايين بطرق مختلفة، يساوي بقى الطريقتين، تركيز الفجوات زائد تركيز الايونات الموجبة. ومن ثم ايه بقى يا ولاد؟ صار ايه؟ صار عدد الشحنات السالبة بيساوي عدد الشحنات الموجبة، ومن ثم هذه البلورة رغم تطعيمها ما زالت متعادلة كهربيا، ما زالت ايه؟ متعادلة كهربيا، تمام. لكن يا ولاد تركيز الالكترونات اكبر من تركيز الفجوات. الله، طب ما الفجوات بتوصل التيار بالظبط، والالكترونات بتوصل التيار، تمام، بس مين اللي هيوصل اكتر المره دي؟ الالكترونات، فسميناها شبر موصل سالب من النوع السالب ان. طيب الله عليك، الله عليك، عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك لو انا طعمت شبه موصل نقي بعنصر خماسي، شبه موصل نقي بعنصر خماسي، طب احكي لي كده، تقوم ذرة العنصر الخماسي بعمل 4 روابط تساهمية
مع 4 ذرات جرمانيوم مجاور، تمام، مستهلكة بذلك 4 الكترونات، ويبقى الكترون زائد عن حاجة الرابطة يتحرر يتجول بحرية تامة على سطح البلورة دون أن يفارقها، تمام. وتارك الذرة في صورة أيون موجب سميناها ذرة معطية إنه دونر، تمام. وتصبح الذرة مصدر للإلكترونات يضاف إلى رصيد البلورة من إلكترونات أخرى أتت عن طريق التسخين، ويصبح تركيز الإلكترونات بيساوي تركيز الفجوات الموجبة زائد تركيز الذرات المعطية أو الأيونات الموجبة، لذلك هي متعادلة إيه؟ كهربية. ولأن تركيز الإلكترونات أعلى من تركيز الفجوات سميناها إن تايب، يعني نوع سالب أو شبه موصل سالب. يبقى من النتائج المترتبة على، الله عليك، إضافة عنصر خماسي إلى شبه موصل نقي. أيوة، خلي بالك، تزداد التوصيلية الكهربية لشبه الموصل النقي، وتصبح ذرة العنصر الخماسي مصدرا للإلكترونات الحرة، تصبح إيه؟ مصدرا للإلكترونات الحرة، فتصبح جيدة التوصيل للتيار الكهربي، تمام. عايزكم تعرفوا حاجة، إيه الفرق بين شبه موصل سالب وشبه موصل نقي؟ ده مهم، الامتحان في الحتة دي نقط بسيطة، اكتبوا معايا، هم جدا والنبي. شبه الموصل النقي ده، شبه الموصل النقي ده هيبقى ايه بقى؟ رديء التوصيل للتيار الكهربي في صفر كلفن تماما، رديء التوصيل للتيار الكهربي عند سالب 273 سيليزيوس، حلو جميل. وبعدين موصل جيد للتيار الكهربي في درجات الحرارة العادية والعالية، موصل جيد للتيار الكهربي في الدرجات العادية والدرجات العالية، ويتم التوصيل بالإلكترونات والفجوات، فلة. أما شبه الموصل السالب، أيوة اسمع بقى، شبه اللي هو الان تايب ده موصل جيد للتيار في الدرجات المنخفضة، موصل جيد للتيار في الدرجات المنخفضة، بس بمين؟ بالإلكترونات الحرة فقط. مهم قوي، شبه الموصل النقي رديء التوصيل للتيار الكهربي عند صفر كلفن، لأن لا فيه إلكترونات ولا فيه فجوات. طب شبه الموصل السالب، لا لا، موصل جيد للتيار الكهربي في صفر كلفن بس بالإلكترونات الحرة فقط، تمام. شبه الموصل الموجب، شبه الموصل النقي جيد التوصيل للتيار الكهربي في الدرجات العادية بالإلكترونات والفجوات، تمام. ويبقى عدد الإلكترونات قد عدد الفجوات. لكن شبه الموصل السالب جيد التوصيل للتيار الكهربي في الدرجات العادية والعالية برضو بالإلكترونات والفجوات، بس بيكون فيه تركيز الإلكترونات أعلى من تركيز الفجوات. ويبقى شبه الموصل النقي السالب فيه أيونات موجبة، لكن شبه الموصل النقي ما فيهوش أيونات موجبة في الدرجات العادية، صح كده؟ هنا متعادلة كهربيا، هنا متعادلة كهربيا. طب علل بقى ليه شبه الموصل النقي ده متعادل كهربيا. أيوة، لأن عدد الشحنات السالبة ككل بيساوي عدد الشحنات الموجبة ككل. أما هو شبه موصل سالب ليه؟ لأن تركيز الإلكترونات أعلى من تركيز الفجوات. وبكده أعزائي الطلبة نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، انتظرونا في حلقة سريعا في نفس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.